كذلك تتسألوا بزاف تاع الناس على يعني يعني التعرض للشمس خلال فصل الصيف. ف بطبيعة الحال الشمس عندها فوائد جيدة، كتعطينا لا فيتامين دي يعني اللي كتعاوننا على الحيوية ديال الجسم وكتقوي العظام ديالنا، ولكن إلى تعرضنا للشمس في أوقات اللي ماشي مناسبة فقد تؤدي بنا إلى حروق ديال الجلد. فأحسن وقت للتعرض للشمس هو قبل من 12 النهار ولا من مور الربعة العشية، وما خصناش نتعرضوا أكثر من ربع ساعة للشمس. ربع ساعة كافية باش تعطينا كامل فيتامين دي اللي أساسية بالنسبة للنمو ديالنا والحيوية ديالنا.